الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للمصري البورسعيد. يا كابتن حمد مليون مبروك، تحياتي لحضرتك. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك. اخبار حضرتك؟ وحشني جدا وربنا يبارك فيك يا كيمو، متشكر جدا. دايما وحشني والله يا كابتن حمد. حبيب. زي ما قلت كده، المصري او مش المصري، اي فرقه يدربها كابتن ايهاب جلال وجهازه الفني لازم تصبر عليها. النتائج يمكن في اول مباراتين ما كانوش او كانوا خارج التوقعات، النهارده اداء جيد جدا المصري في مجمل المباراه، حتى لو الفوز تاخر شويه ولكن في مجمل المباراه كان هو الطرف الافضل. والله يا كريم احنا الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا الاول بس ببارك للعيبه النهارده، ببارك لمجلس الاداره وجماهير بورسعيد، وان شاء الله يا رب يكون اللي جاي يكون احسن ان شاء الله، اداء ونتيجه ان شاء الله. يعني بقول بس هو اول مباراه هي السيراميكا، اللي هي يعني احنا نفسنا كجهاز ما كناش مبسوطين من المباراه نفسها. وده مش تقليل من سيراميكا، ده سيراميكا فرقه كبيره وعندهم لعيبه كبار، وكابتن احمد سامي شغال بشكل مميز جدا معاهم، فده ما كان خارج التوقعات بالنسبه لنا. ماتش بيراميدز الثاني طبعا كانت سيطرة كاملة لينا واستحواذ كبير وضاعت عدد من الفرص كبير جدا، لعيبة عملت مباراة كبيرة، واحنا لما طلعنا قلنا للعيبة طبعا يعني حتى الكابتن هادي اتكلم معاهم قال لهم لو 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 انت اخترت قبل المباراة تعمل مباراة وحشة وتكسب ولا نعمل مباراة زي مباراة بيراميدز، كنت هتقول ان انا لا نكسب الثلاثة بونت يعني. صحيح. لكن انا بقول ان الاداء نفسه كريم هو ده اللي فيه تطور، هو ده اللي بيدي ثقه للعيبه. هيظل ان احنا في بعض المباريات اللي احنا نخسر فيها بنات، لكن لازم هتعوضها بمكاسب كتير ورا بعض. فانا بقول الحمد لله اداء بيراميدز هو اللي جاب النهارده مباراه جيده جدا بالنسبه لنا، واللعيبه ادت شغل كويس جدا، والحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نطلع بالمباراه بثلاثه بونت. كانوا مهمين جدا من فرقه كبيره ومدرب كبير زي كوشري، الحمد لله. عظمه جدا. رغمهم من اللعيبه المميزه جدا، يعني النهارده سجل هدف رائع جدا، كنت اخترتوه بشكل رائع يا كابتن حمد. هل انتوا الجهاز الفني هو اللي اختاره ولا كان جه قبل ما تنضموا للجهاز؟ لا، هما ما احنا كل اللعيبه جت قبل ما نبقى موجودين، لان احنا جايين متاخرين شويه، فكان مجلس الاداره عمل بعض التعاقدات مع كل يعني حتى كل اللعيبه جت قبل ما احنا نوصل واشتغلنا معاهم. فهيظل ان اللعيبه الجداد يا كريم برضو لازم هياخدوا وقت طبعا الانسجام ما يحصل مع بعض مع اللعيبه القدام، لكن الحمد لله عندنا لعيبه يعني معقوله جدا وتقدر تعتمد عليهم في الحته ديت، عندهم شخصيه في الملعب، من عند بقى مروان، من عند دغموم، من عند حسين السيد، من عند والياس معاهم فريد، يعني كل المجموعه ودبش ورا الناس الجداد كلها مع الناس القدام، يعني ان شاء الله يعملوا حاله كويسه وان شاء الله يقدروا يشتغلوا بشكل مميز يا كريم ان شاء الله. لكن ما انت عارف برضه في الكلام، انا يعني دغموم لعيب كويس جدا، بس انا مش هقدر اخص لعيب لوحده. لكن انا بقول الفرقه انا ليه يا كابتن حمد، انا ليه يا كابتن حمد خصيته هو تحديدا عشان هو بالنسبه لنا وجه جديد في الكره المصريه، ولكن باقي اللاعبين احنا عارفين مروان وعارفين احمد الشيخ وعارفين كل دول نجوم رائعه وهايله. انا بس كلمتك على دغموم تحديدا عشان هو بالنسبه لنا وجه جديد في الكره المصريه، يبدو انه موهبه كبيره، كويس ولاعيب مميز. لكن انا بقول ان زمايله معاه عاملين حاله معاه، فهو لكن هو كلاعب لعيب كويس جدا، عنده امكانيات كويسه، بيقدر يتحرك بالكره بشكل كويس، بيقدر ياخد بعض الاماكن بشكل كويس. فدي حاجات كتيره ما بتلاقيهاش في لعيبه، لكن هو بيكمل الفرقه بتاعتنا، بيكمل المجموعه، فان شاء الله يمشوا بس بشكل كويس الفتره اللي جايه. كريم احمد الشيخ معاكم، هيرجع نسخه مصر المقصه؟ لا يا رب يا رب. احمد الشيخ لعيب من اللعيبه المهمه، ولعيب لعيب مميز جدا. رجوعه للحاله بتاعته الطبيعيه ده مكسب للفرقه ومكسب ليه هو. فيا رب ان شاء الله يقدر يشتغل، لانه يعني انا بقول خساره موهبه زي احمد الشيخ بقاله سنتين ثلاثه بياخد بعض اجزاء المباريات، فديت برضو يعني دي حاجه تزعل بيني وبينك يا كريم. لكن هو مع الكابتن ايهاب بياخد ثقه، بيبقى عنده من الدوافع ان هو يشتغل بشكل مميز مع الكابتن ايهاب. فيا رب ان شاء الله باذن الله يقدر ويرجع للمكان، لانه هيفيدنا ويفيد نفسه. بالتاكيد بالتاكيد. كابتن كبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بنادي المصري البورسعيد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شخصيه محترمه جدا، جهاز فني محترم جدا. انا راجل بصراحه يعني دايما متحيز للكابتن ايهاب جلال، بحب انا الراجل اللي بيشتغل وعنده كوره وعنده اسلوب وعنده طريقه وعنده شغل فني. في بعض الناس تقول لك اصل ما بيشتغلش مع انديه جماهيريه ما يقدرش يشتغل تحت ضغط وخلافه، انا اختلف مع هذا الامر، لانه اشتغل قبل كده مع المصري بشكل ناجح، اشتغل مع الاسماعيلي بشكل ناجح، فهو راجل بيقدر يشتغل برده مع جميع. حظه زي ما قلت لك كان وحش مع الزمالك، كان حظه وحش مع المنتخب، بس هو
في المجمل مدرب كبير، مفيش خلاف.